المراكز الرياضيه لو لا؟ والله بشكل اجمالي لا، ولكن يعني زياره محدوده ضمن قاعه النمر الذهبي في منطقه هافيلان. ترتاد المراكز الرياضيه لو لا؟ طبعا طبعا دائما وباستمرار ومن زمان كثير. طبعا شنو الاسباب؟ اسباب كثيره، مشان الصحه العامه وهي ضروريه خاصه للشباب. انا ما راح اسالك ترتاد المراكز الرياضيه، مبين انت رياضي ما شاء الله عليك، بس منو اللي شجعك ان تمارس هاي الرياضه؟ بصراحه اللي شجعني هو اخي الكبير، يعني من وقت ما كنت طفل انا كنت، هو كان مثلي الاعلى، يعني كان بطل يعني تماما. وتحب يعني بتطلع بهاي الهيئه يعني؟ ايه اكيد، ما يعني بحب هاللعبه كموضوع انه للصحه كثير شيء مهم، وتاني شيء بحبك احتراف موضوع بطولات فيها. ترتاد يعني مراكز الرياضيه كثير اكيد؟ ايه اكيد برتاد مركز رياضي، وحاليا انا مدرب بمركز رياضي اكاد بلاتينيوم جيم. كم يوم تتمرن بالاسبوع؟ تقريبا اتمرن 5 ايام بالاسبوع، ايام البطولات نتمرن صبح ومساء. مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا بكم بقناه الفلوجه. ترتاد المراكز الرياضيه لو لا؟ والله أنا يعني دائما أروح، لأنه رياضي صار لي 25 سنة أمارس الرياضة والرشاقة، وحتى عندي بالبيت شفتات ودمبلصات، فأحب يعني أحافظ دائما على جسمي وعلى رشاقتي وعلى اللياقة البدنية. وقلت لك صار لي 25 سنة أتمرن، وإلى إشعار آخر يعني. ما شاء الله، شقد مواليد؟ والله مواليد 69. من دفعك منه تلعب هاي الرياضة؟ والله يعني أصدقائي كنا بالمدرسة سوا كادر، وكنا نروح دائما سوا ببغداد، فعاد اللي سافر سافر واللي بقى هنا، وظليت يعني مستمر بالرياضة. ترتاد مراكز الرياضية لو لا؟ والله إجباري، ضروري لازم الواحد يجي دائما على المركز الرياضي والقاعة الرياضية. شو إجباري ليش؟ مشان إنه يضل الواحد يحافظ على صحته، ومشان يضل لياقته دائما يعني لياقته عنده، ويضل شكله يعني شكل الجسم والعضلات ضروري للواحد يعني بس بهالوقت يعني. وكمان انه صحيا لازم الواحد يضل يروح على النادي الرياضي.